علي. علي عدنان يلعب الكرة خطيرة، جول جول. الله الله يا عراق، الله الله يا عراق، الله الله يا عراق. بالدقيقة 34 يسجل اللاعب علي عدنان هدف التقدم الأول لمنتخب شباب العراق. حلوين يا شباب، حلوين يا شباب. الله الله يا عراق، الله الله يا عراق. هدف التقدم الأول بالدقيقة 34 من ركلة حرة يسجل علي عدنان، ويسجل ثاني أهدافه في البطولة بعد أن سجل في شباك إنجلترا. يلعب كرة مقشرة لولبية إلى داخل الشباك، ويقدم أجمل هدية لكل من يتابع هذا اللقاء. وروح عين روح 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 يا حكيم. هدف رائع لمنتخب شباب العراق من ركلة ثابتة يسجل اللاعب علي عدنان.